السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم. اهلاوي وبحب النادي الاهلي، لازم ارد على دكتور مدحت العدل. دكتور مدحت العدل يا جماعه، بقول نادي الزمالك مين اللي بيحييه؟ نجيب محفوظ، عمرو دياب، هاني شاكر. مين اللي بيشجع النادي الاهلي؟ سعد الصغير، انا بحبك يا حمار. اللي بيقول الكلام ده يا جماعه راجل دكتور سيناريست، هو اللي بيكتب لنا الافلام. لكن لو اي حد تاني راجل طيب غلبان زي ابويا الله يرحمه الناس الطيبين دول، هنقول راجل مش فاهم. لكن انت حضرتك فاهم. بص يا جماعه، دكتور مدحت بيدرس لنا احنا كفنانين، يقول لنا بص يا سعد، عايز تغني بحبك يا حمار، عايز تغني الكلب الاسد، غنيها جوه فيلم. لو غنيتها بره يا سعد انت كده تتحبس. ده الدكتور مدحت العدلي بيقول لنا كده يا جماعه. اذا انت عارف يا دكتور ان اغنيه بحبك يا حمار دي صياغه جوه فيلم، يعني انت اللي بتعلمنا كده. لما انت تطلع بقى وتعايرنا بيها، ايه ده يا دكتور؟ يبقى انت لا، ايه ده يا دكتور؟ انت دكتور سيناريست، حضرتك دكتور سيناريست. شادية غنت للحمار صح يا دكتور؟ استاذ شكوك غنى للحمار رحمه الله عليهم. فدكتور انت كده بتعمل تنمر، عارف ليه بتعمل تنمر؟ هقول لك. وانت دكتور خلي بالك، اقول لك دكتور حاجه، اللي ابوه علمه احسن من الشهاده. ليه؟ انت بص حضرتك معاك شهاده صح؟ وبتتكلم ازاي؟ بص انا بقى وضع فلاح، ليه؟ ابويا راجل من الصول، علمني ايه بقى؟ ان انا ما اتنمرش على حد. لان انت يا دكتور كده بتغلط في الناس الغلابه. ليه؟ هقول لك ليه. دلوقتي الراجل الغلبان بتاع الفول ما يشجعش ام فريده بتاعت الجبنه القديمه، ما تشجعش الراجل اللي بينزح الباكابورت ده عندنا في البلد، ما يشجعش هو، ما تشجعش. لان انت لو شجعت عايرك بيه. يا راجل يا ابو محمد بتاع باكورتات بيشجع النادي بتاعكم، يلا اللي بتاع الفول بيشجعكوا. ايه يا دكتور اللي بتقوله ده؟ انت عايز تعمل فتنه ولا عايز تعمل ايه؟ ايه ده يا دكتور؟ وبعدين عايز اقول لك حاجه ليك انت بقى يا دكتور، انت اصلا ما تعرفش حاجه في الكوره لانك ما لعبتش كوره. احنا كده علمونا كده، مش احنا يا عم، احنا هلهل، انت ما بتعرفش في الكوره. انت عارف لعبت الزمالك ودمتم على كده. مين اقول لك حاجه، انت ما تعرفش حتى لو مثلا لو الزمالك مغلوب واحد، مش هتعرف مين الوحش في الملعب. ما انا ممكن اطلع الوحش ده وادخل واحد مكان واحد، ما تعرفش يا دكتور. فانت ما ينفعش تطلع تحلل. سيب الدكتور طه اسماعيل، الناس العمالقه دي تطلع تحلل. انت راجل بتاع افلام وسيناريست وراجل منتج ومعاك فلوس، مالكش دعوه بالناس الغلابه. ما تخبطش في الناس الغلابه، ما تخبطش. دكتور ايه انت خدت؟ انت دكتور دلوقتي لما مش عايز بتاع الفول وبتاع والناس الغلابه كلهم يشجعوا النادي، يبقى انت مش دكتور. ايه ده؟ ما انت بتعايرني. اعتبر اقول لك حاجه، اعتبر يا عم ان انا راجل بتاع جبنه قديمه، راجل اللي بيخنس في الشارع. تعايرني؟ تقول لي النادي بتاعك وفي سعد الصغير اللي بيكنس؟ ايه ده يا دكتور؟ انت دكتور؟ دكتور في ايه بقى؟ قول لي دكتور في ايه؟ لا مش دكتور طبعا. لا دكتور اللي يقول الكلام دوت يبقى مش دكتور. وبعدين حضرتك دكتور ما تطلعش تتكلم في الكوره، اطلع اتكلم على الفريق بتاعك بس، مين حلو ومين وحش ودمتم على كده. ما تجيبش سيره النادي الاهلي يا عم. احنا 41 بطوله، انت عارف يعني دكتور 41 بطوله؟ وبعدين بقول لك ايه، ما تخليك يا دكتور كده علم الناس، نعمل افيهات على بعضينا. لو كنت نسيته انا مش هنسى، 6-1 في شمره 5، تروح انت رد عليا باي كده مداعبه كده يا دكتور؟ ولا ما تعرفش تعمل مداعبه؟ مش احنا بنقفل على بعض؟ طب اقول لك حاجه، نص فرقه الزمالك كلهم انا اللي عامل لهم فرحهم وبيحبوني موت، لان عمري ما اغلط فيهم. اما الزمالك بيكسب، ايه يا كوتش 10-10 يا ابن اللعيب، زي ماتش الاهلي اللي فات، اتصلت بلعيبه الزمالك كلهم، اتصلت بيهم والف مبروك. انت لازم تبقى كده. خد بالك انت يا دكتور، انا دبلوم صنايعي ما بعرفش اقرا. شفت الفرق بقى؟ بس انا ابويا علمني، انت اتعلمت بالورقه والقلم، حاول تتعلم كده احسن. عشان انت بتقوله دوت تتعلم المداعبه، تيجي نقفل على بعض، تيجي نقفل على بعض، اعلمك تقفل ازاي، هقول لك تقفل ازاي. دي سكينه يا دكتور، بعد الشر عليك، بعد الشر لو عملت عمليه وفتحت هينزل ايه؟ دم يا دكتور طبعا، دم احمر. طب ماشي. طب الصبح اول ما بتفطر ايه؟ تفطر بيض صح؟ دي القافيه، ابيض صباحك قشطه يا دكتور.